هنا هذا هذا ديال دار معايا الحبسيه من بيبي سهل تحقق هو واو اخليه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا اخي حماده محمد بعد اسمي محمد كيحب الله سبحانه وتعالى في قلبه خير بحالو بحال جميع اخواني الجديده ولا الجديده وسرت عليه الله سبحانه وتعالى جا على صدفه من خير جي صدفه شي واحد غير شودك غير كازا عند واحد غرض ان شاء الله حماده جي باش نودك شنو غادي نعمل كاين شي عزيز عليا هذه علامه بشرف وزريه جيت باش نودعو عاد باش للدار بيد ان شاء الله غادي واحد غرض نجي واحد السليه عند بيو شي الحلال ان شاء الله. وهذا راه خويا محمد على شو فيصل على شو كان مجرم وكان عنصر وكان كدا وكان خلينا نحكي كد ضرب السجن بي 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 هضر معاهم كنا باقي صغار ضربنا وما كيدوش هاد البلاد زيوت جديده وشي حاجه دايرها درناها الله يسمحنا كاملين ورا الرجوله ورا كيحب الله. بغيت ناكد لكم كلمه السيد هذا سميتو محمد سمى الله تعالى محمد ولديه ماشي حماده محمد سميت النبي صلى الله عليه وسلم خير وخلق الله سلام اخي العزيز الله يحفظك. بغيتكم السيد تحبوه في الله عز وجل راه تبدل انا كنعرف حماده كي كان تبدل انا جا تبدل ولكن حماده حتى هو تبدل حتى هو الحمد لله بقى ولاو في خصال زوينين انتم كتلاحظوا شي بدون نفاق الحمد لله تبدل. حنا كندير بهديه قسما رب الكعبه ديما كندير له هو الاخوان كاملين كندير بهديه حمد انا غنمشي اخو غادي كازا جيت نودك اخويا غنقضي واحد غاره نجي واحد السليه اخويا ديال المسك والعيباش غنضبع راسي الله يسهل اخويا ان شاء الله يبارك فيك حرام اخويا والله يسر اموركم كاملين اخويا راه كنحبكم في الله اخويا انا احسن حاجه نسمع راه خاش مكتب الله خمسه د المرلاش شفنا ما يبقاش غالي خاش مكتب الله خمسه د المرلاش بنادم باش مابقاش غالط حنا كنعرفوا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى وخا الاجرام وكذا ولكن الله سبحانه وتعالى اسمعوا واحد عندنا بيقول قال النبي اخوان قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال الخير في امتي ولا زال الخير في امتي الى ان تقوم الساعه. كل واحد يقول لا اله الا الله رسول الله فيهم كاملين ماشي غير حماده انتم كاملين خوتنا حنا امه الاسلام يعني يهود حنا امه الاسلام كنحبوا بعضنا البعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تؤمنوا حتى تتحابوا ولن تتحابوا حتى تنشروا السلام. اذا النبي صلى الله عليه وسلم قالنا لن تؤمنوا حتى تتحابوا في الله من تعاداوش حنا اخوان واخا كيوقع الغيار ضروري الانسان يتغيروا ولكن يبقاو خوت كاملين حماد اخوكم انا اخوكم هاد الاخوان خوتكم حنا امه الاسلام كاملين خو خير وقع الغيار اللي جا عندنا بالشر الجديده اللي جا عندنا بالشر غادي يموت حنا الله عز وجل اش بغينا منا الابر جزاك وما تعدي حول الله ضرب نفسي المقوله هذه قديمه عندك محمد اللي شاف بيبي اللي دار الشر تبان من الابر. نعم حنا نمشيو معكم بالنيه بالرجوله دمنا نعطيو لكم رب الكعبه دابا غادي الدم وغادي نمشي الله يسمح لنا مشينا بغينا نتبرعوا واحد المره واحد الناس ما بغوش يقبلوا الدم على حساب المشي المهم عندنا النيه زوينه حنا حباسه نعطيو الدم واحد اخر كاع ما حباش راه ما يعطيكش الدم وحنا كنحبوا الله وفينا خير والحمد لله ربي يهدينا كاملين ان شاء الله واياكم يا ربي الحبيب. وهذا السيد بغيت نوصيكم بلي ماشي غادي مسافر ان شاء الله ديوم عايشتوهم بخير. هذا السيد بغيتكم ديوم بحال خوكم بحال خوكم ود بلادنا ود جديدنا ما عرفتش قلبي كيدير ما داربينش معاش دار معايا تبيك الله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب والله ورب الكعبه كون ما حسيتش به تبدل ولا وقلبه عارفه به خير والله ما نجي عندهم السعاده انا جاي دابا بالدري وتخيل كيتسني بموتور برا وجي نسلم عليه وغادي المعزه ديالو خافوا من الله ولكن ماشي يمكن نعرفوش هذا كنحبوه في الله وفيه خير وبغيتكم نتوما تحبوه وتحبوه وانتوما بغيتكم تحبوا غير نحبوكم نتوما نتوما يحبوكم منا غير نتحبوا كاملين ميساج راه بين اخوان حنا خوت في الاسلام جزاك الله خير سيدي حماد الله يسر الامور ديالك اخويا كندير الله يخليكم مع مصطفى بغا يهضر معاكم خويا السلام انا غنطلق خوتي اخويا غادي يمشي ان شاء الله هو الصلاح في كازا السلام الخوت تحيه لولاد الشعب كاملين تحيه لولاد الشعب كاملين الخوت الخوت خدموا ولاد الشعب خدموا ولاد الشعب الشعب خاصهم خدمه خدموا علاش حيت ملي ما كيخدموش كيمشيو ويشفروا عطى الله ما كيديروا يعني خاصكم تخدموا مش كاع ما تبقى عندنا السارقه كاع خدموا ولاد الشعب راه كاين اللي عنده البار كاين اللي عنده كاين اللي قاري حياته كامله ومخدام والو كيبيع في التشمر خدموا ولاد الشعب خدموا ولاد الشعب ولاد الشعب راه محتاجين الخدمه راه مسكين راه كيكبر كتولي عنده 18 عام كيولي عاطيه الفانيك كيولي عاطيه الحشيش كيولي عاطيه بزاف ديال الحوايج خدموا ولاد الشعب تقوا فيهم الله تقوا فيهم الله راه ما يديو معاكم والو تقوا فيهم الله خدموا ولاد الشعب خوتنا 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 كنشوفهم كيغرقوا في البحر خوتنا وانا كنشوفهم كيغرقوا في البحر قدام عينيهم كندوهم والو وتحيه لكاع الحراقه خدموا ولاد الشعب خدموا ولاد الشعب خدموهم خدموا ولاد الشعب خدموا ولاد الشعب
كون كنتو مخدمين ولاد الشعب ما غنشوفوش خواتاتنا في الامارات، ما غنشوفوش خواتاتنا في السعوديه، ما غنشوفوش خواتاتنا في بزاف ديال الحوايج. خدموا ولاد الشعب، خدموا ولاد الشعب. بنادم راه مقود عليه، بنادم راه كاين مسكين اللي كاين اللي عنده ربعه الاولاد وساكنه في بيت ما لاقاش ما ياكل. خدموا ولاد الشعب، الله يرحم لكم الوالدين. خدموا ولاد الشعب، راه محتاجين الخدمه. خدموا ولاد الشعب، راه كاين المسكين عنده 20 عام 30 عام ودرهم ما عندوش في جيبه. بنادم راه بالسيف ما يمشي، كمي بالسيف ما يمشيش قرقب، راه الله يعفو على اي واحد. ولكن خدموا ولاد الشعب، رحنا كاملين خوت، حنا كاملين بحال بحال، وحنا كاملين سواسيه. خدموا ولاد الشعب، الشعب راه خاصهم الخدمه، حيتاش نتوما كتفلوا فينا، نتوما اللي كتفلوا فينا. واش فهمتش؟ حيتاش الحكومه هي اللي كتفلي فينا، حيتاش ما عطيناش حقنا. الدولة عطاتنا السمك شناه، ما عطيناش حقنا، عطينا الحشيش وعطينا الفانيد وعطينا، ما عطيناش حقنا. شوفوا فرنسا، شوف فرنسا، وعاش الملك. شوف فرنسا كاين اللي جالس في الدار وكيتخلص. وعاش الملك، وعاش الملك، وعاش الملك. شوف فرنسا كاين اللي جالس في الدار وكيتخلص. حنا علاش؟ حنا علاش؟ حنا عندنا المطيشه، عندنا كل شيء رخيص. كل شيء عندنا رخيص، ولكن علاش معذبيننا في حياتنا؟ واخ النور، علاش محقديننا؟ علاش؟ علاش محقديننا؟ علاش؟ علاش محقديننا؟ حيتاش كاع ما كنتش، حيتاش كاع ما كنتش خدمونا. كاين اللي كتلقى دافع 40 سيفي 50 سيفي وما كنتش عيطوا عليه ما والو. ولكن باك صاحبي بالزربه كنتش عيطوا عليه. ولاد الشعب مسكين اللي هذاك اللي مقود عليه بزاف، عاوتاني اللعابه، اللعابه اللي كيلعبوا الكره، عاوتاني باك صاحبي كاين اللي عنده في رجليه، كاين اللي لعاب، كاين اللي ناضي وما كيلعبش، في الاخر كيديروا لي شطابه. راه حشومه، راه حشومه والله، حتى حشومه، راه تعدوا هذا، راه تعدوا والله، تحقروا فينا قسما بالله، تحقروا فينا. وتحيه لولاد الشعب كاملين، خدموا ولاد الشعب. بسببكم ولينا كنكميو، بسببكم ولينا كنتقرقبوا، بسببكم بنادم كيمشي للحبس، بسببكم بنادم ما كيلقاش درهم في جيبه وكيمشي يشفر. خدموا ولاد الشعب، بنادم راه كيضيع، دراري خوتنا كيضيعوا. هاد الدرية عندها 14 عام 13 عام شاد جوان، درية عندها 12 عام باش تخرج في السد. خدموا ولاد الشعب، خدموا ولاد الشعب، الله يرحم لكم بها الوالدين. واخا نتوما ما عندكمش الوالدين اللي شادين بلا ما نلقاو، حيتاش كانوا عندكم الوالدين غتشقاو الله في ولاد الشعب. وديما راجع، وتحية لكاع الخوت مصطفى بلا ما نكمل لكم، مصطفى ودناجية. هاك دوبه خود، هاك خود خويا. نقولوا كلمه، كلمه الاخيره اللي غادي نقولوا هي انكم ما تبقاوش تسبوا الوالدين وانتم ما عارفينش. انا بغينا نتبدلوا الخوت، بلاش نبقاو ولا باغي نفيدوكم. ما عارفينش ان شاء الله في وسطكم. السلام عليكم. اجي حمد هو الاخ في الله. هذه القضيه ديال البليه الاخوان، هذه القضيه ديال البليه. شوف كاين واحد الناس ما كيشربوا ما كيكميو ما والو، كيصليو وكاين منهم في الناس وفيهم النفاق، كينافقوا في الله عز وجل ما اكثرهم. عافي روسهم شي البلية طلبوا الانسان الله يعفو ليه، ما تشافوش في الرجال. عارفين رواسهم، عارفين رواسهم، عارفين رواسهم. حنا ما عندناش مع النفاق وما عندناش مع الزهو. النفاق ومن خيب النفاق، حنا كنعرفوا البلية الله يعفو من مولاه، بينو وبين مولاه اي واحد بلي، بينو وبين الله عز وجل. منهم انا قلت لكم بلي غيخلي حاجه شي واحد. الخيبه هي تظلم الناس وتعير الناس وتسب الناس، تسب الناس وتدوي في ظهور الناس، اعراض ديال الناس. هذه الخيبه، وتنافق الله عز وجل، تنافق الناس. ام البليه واش انا شتي فيا انا؟ لا حمد نقول لك انا كندوي، انا جيت سناش نقول لك البليه بيبي ان شاء الله. جيت كندوي كنوصل في الميزان ضاربنا في البليه. الله يعفو عليك خويا، رجيع طايف ورجيع يا خو حمد. سير الله يعفو، انا راه غادي كازر شي حاجه قبل ما تكلمش مول ديال البليه. سمعت شكون قلت البليه؟ اه 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 اه. البليه ماشي مشكل، البليه بنادم قاد بها كيجيب ديالو كيتقرقع بها، ولكن راه ما كيخدموهمش. ولكن ما كيشفرش بنادم، شو نجي كريسي بنادم يدير ديالو. الله يعفو، حنا عارفين هي البليه، ولكن راه بينو وبين مولاه الاخوان، راه ربي خاص بينو وبين الله. فعهد النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد السكيري، قصه عارفين الناس، كان واحد السكيري كيبغوا يجلدوا الصحابه، عمر بن الخطاب يطبق لي قصاص على قبل الخمر، كيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتركوه فانه يحب الله ورسوله، وهذا الحديث سولوه على الحديث النبوي، واتركوه فانه هو سكيري وتركوه فانه يحب الله. يقد هذاك البلي يكون فيه خير على واحد كيصلوا وما كيقول السلام للناس وما مصفيش قلبه مع الله وكينافق الناس. وما نخشمش كلامي، انا راه غادي بحال شي حماد اخويا. الله معك يا اخي، انا ودي نقول لهم حاجه من الاخير حميد، سير ان شاء الله فراس بزاف اخويا، والله يهدينا واياكم يا ربي. ها انتم الخوت ان شاء الله لي فراس الخوت، الخوت الخوت. غنقول لكم واحد الكلمه غتفيدكم مزيان، بنادم انفو يفكر يدير شي حاجه
كيقول لك واحد المثال ولا ما خلينا نسمعوا كيقول لك واحد المثال ولا ما تبات مفقوس ولا تصبح نادم. انا فاش بغيت دير واحد الحاجه فكر في الاخره ما تفكرش في الاولى. لا حتى غمض عينك حلا غتلقى راسك وسط الحبس. غمض عينك حلا غتلقى راسك في السبيطار. غمض عينك حلا غتلقى راسك في الروضه. وحنا كاملين غنموتوا ولا لا ديال الشر عيشوا من الخبر. سمعتوا كلمه غنقولها لكم وتعلموها اللي داخل دماغكم. فما بنادم يبغي يدير شي حاجه يفكر فيها ولا ما تبقاش مفقوس ولا تصبح نادم. وتهلاو ليا في راسكم الخوت.